بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في المحاضرة السابقة الموضوعات المتعلقة بالمحاسبة عن تكلفة الاندماج. ذكرت بهذا الخصوص أن المحاسبة عن تكلفة الاندماج بأشكاله الثلاث، سواء كان اندماج أو اتحاد أو سيطرة، يتم وفقا لطريقة الحيازة أو طريقة التملك، أو التي تسمى باللغة الإنجليزية الأكوزيشن ميثود. وتتطلب مني الطريقة أن أقوم بتحديد تكلفة التملك، والتي قد تكون عبارة عن النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة إذا تم تمويل عملية الاندماج بإصدار أسهم، أو قد تكون خليط من بينهما. ويتم معالجة المصاريف المصاحبة لعملية الاندماج لأنها مصروفات فترة، باستثناء إذا تم تمويل عملية الاندماج عن طباعة أسهم أو إصدار أسهم، فإن مصاريف طباعة وإصدار الأسهم يتم معالجتها بتخفيض رأس المال الإضافي. ثم بعد ذلك نقوم بتقويم أصول والتزامات الشركة المندمجة أو المتحدة أو المسيطرة عليها بالقيمة العادلة. وبعد ذلك نقارن ما بين التكلفة وما بين صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المندمجة. عليكم السلام يا زهرة. نعم يا زهرة، يبدو أن عندك مشكلة في الإنترنت، عندك انقطاع 8 مرات. تفضل يا زهرة. أول مرة تحضرين مباشر. نعم، بغيتي تسألين شيء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. عندك شيء سؤال يا زهرة ولا في سؤال في شيء؟ زين. إذن زهرة يعني متحمسة لأنها أول مرة تحضر مباشر. إذن يعني كما تحدثت في المحاضرة، فبعد ذلك نتم مقارنة تكلفة الاندماج مع صافي القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها. فإذا كانت تكلفة الاندماج من صافي القيمة العادلة للشركة المندمجة، هنا يكون الفارق شهرة محل. أما إذا كانت التكلفة أقل من صافي القيمة العادلة لوصول الشركة المندمجة، فهنا يكون الفارق أرباح الشراء بسعر مخفض. وكما ذكرت بعد ذلك يتم إثبات قيد الاستثمار في الشركة صاد، ثم يتم انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة. هذا ما تحدثنا عنه، وهذا هو المعالجة المحاسبية للاندماج. وصلنا إلى الأسئلة المتعلقة في المحاضرة أو الحلقة رقم 28. نكمل أسئلتنا. طبعا هذا ينطبق سواء كان اتحاد أو سيطرة، كلها تتم بنفس الآلية. طبعا نطبق طريقة الحيازة أو طريقة التملك، فبنفس المعنى وبنفس طريقة نقوم بعملية التحديد. الآن إذا حدث سؤال كان طرحناه في المحاضرة الماضية، إذا حدث الاندماج خلال السنة والإيرادات والمصروفات من بداية السنة حتى تاريخ الاندماج، يتم معالجتها وفقا لطريقة الملكية. بألف يتم نقلها إلى الشركة الدامجة، يتم نقل الإيرادات فقط إلى الشركة الدامجة، جيم يتم نقل المصروفات فقط إلى الشركة الدامجة، لا يتم نقل الإيرادات والمصروفات إلى الشركة الدامجة. نعم لا يتم النقل، أحسنت يا زهرة. بالتالي لأن الإيرادات والمصروفات هي حق لأصحاب ومالكين الشركة المندمجة، ليس للشركة الدامجة أي حق في الإيرادات لغاية تاريخ الاندماج.
أي ما قبل تاريخ الاندماج. أيضا بالنسبة للاتحاد، إذا حدث أو اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة، وقبل تاريخ الاتحاد مباشرة ظهرت البضاعة في ميزانية الشركتين، الشركة سين القيمة الدفترية 150,000 والقيمة العادلة 180,000، أما الشركة صاد القيمة الدفترية 85,000 والقيمة العادلة 70,000. فإن قيمة البضاعة التي تظهر في الشركة بعد الاتحاد مباشرة ألف 235,000 250,000 180,000 70,000. نعم أحسنت يا سارة، لأنه الاتحاد كما ذكرنا عبارة عن اندماج مكرر، بالتالي الشركتين سين وصاد نأخذ القيمة العادلة، القيمة العادلة، فنجمع القيمة العادلة للبضاعة مع أنها في القيمة الدفترية، لأن طريقة العيازة تعتمد على القيمة العادلة. اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن الاتحاد الشركة عين، وتم شراء أسهم الشركة سين بمبلغ 4,600,000، كما دفعت الشركة عين مبلغ 100,000 مصاريف وعمولات وأتعاب محامين. أما الشركة صاد فقد تم شراء أسهمها بمبلغ 2,150,000 ريال، وتم دفع مبلغ 50,000 ريال نقدا عمولات وأتعاب محامين. تكلفة الاستثمار في شركة سين تساوي 2,150,000 باء 4,700,000 جيم 4,600,000 دال 4,500,000، إذا 4,600,000. أحسنت يا زهرة، 4,600,000 هي، لأن تكلفة الاندماج هي التكلفة المدفوعة أو القيمة العادلة أو الأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم، وبالتالي المصاريف لا تحتسب. طيب تكلفة الاتحاد للشركة صاد تساوي، نعم سؤال، نعم تفضل يا لمى. سؤال يا لمى، سؤال يا لمى، نعم عيد السؤال اللي تو الحين، زين عيد السؤال، زين اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة عين، وتم شراء أسهم الشركة سين بمبلغ 4,600,000 ريال نقدا، ودفع مصاريف الشركة عين مبلغ 100,000 ريال عمولات سمسرة وأتعاب محامين لإتمام الصفقة. إذن شركة سين دفعنا 4,600,000 ودفعنا مصاريف 100,000، زين. أما الشركة صاد دفعنا 2,150,000 ودفعنا 50,000 عمولات، لأن المطلوب تكلفة الاستثمار في سين وفي صاد. في سين ذكرته 4,600,000 عفوا. طيب أما في الشركة صاد تكلفة الاستثمار هي ألف 2,150,000 باء 2,200,000 جيم 2,100,000 دال ليس مما ذكر. بالنسبة لصاد أيضا عبارة عن النقدية المدفوعة وهي 2,150,000، يعني الإجابة الصحيحة هي ألف 2,150,000. أيضا السؤال الآخر، تحدث الشركة سين والشركة صاد نفس بيانات السؤال، نفس بيانات السؤال، نعم في سؤال، نعم نعم سؤال سين وصاد مع بعض، إيه اتحاد، هذا الاتحاد تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. الاتحاد هو أن تتحد الشركة سين وصاد ينتقلان إلى الشركة عين،
فسين وصال اخر سؤال، اقول لكم السؤال احسن. لا لا، الاتحاد كل شركة على حدة، كل شركة على حدة، بعد ذلك نقوم بإعداد ميزانية موحدة للشركة عين، لكن التكلفة تحسب بشكل منفصل والشهرة بشكل منفصل. نعم، يعني أنا عندما أقول شركة سين وشركة صاد، إذا صار اتحاد، وهنا عندي الشركة عين، عندي الشركة سين تنتقل إلى الشركة عين وأحسب تكلفة تملكها، وأيضا الشركة صاد تنتقل إلى عين وأحسب تكلفة تملكها، وأحسب شهرة سين والشهرة الناتجة عن صاد، أقارن بين تكلفة شراء سين وصافي القيمة العادلة لسين، وكذلك تكلفة شراء صاد وصافي القيمة العادلة للصاد. وضحت؟ واضحة؟ أكمل الأسئلة إذن. أيضا هذا السؤال يتعلق بالشهرة على الاتحاد، هو سؤال شوية طويل. أيضا اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن اتحاد الشركة عين، تم شراء أسهم صاد بمبلغ 4,600,000، كما دفعت الشركة مبلغ 100,000 ريال عمولات سمسرة وأتعاب محامين. الشركة صاد أيضا تم شرائها ب2,150,000، 100,000 مصاريف. إذا نختصر بيانات هذا السؤال في هذا إذا شركة سين أربعة مليون ستمائة ألف، مصروفات 100,000، قد اشتريناها ب2,150,000، مصروفات 50,000، وكانت صافي القيمة العادلة للشركة سين 4 مليون، 4 مليون صافي القيمة العادلة للشركة سين 4 مليون. إذن هنا صافي القيمة العادلة 4 مليون لأصول والتزامات الشركة سين. الآن السؤال يقول الشهرة الناتجة، ألف سبعمائة ألف لا 600,000 جيم 450,000، لا توجد شهرة. نعم نعم أحسنت، أي منال وضحتها، 4 مليون ناقص 4 مليون 600، تكلفة ناقص صافي القيمة العادلة 4 مليون، إذن 600,000 هي حساب قيمة الشهرة. أحسنت يا منال ويا نوف وزهرة المالكي، أيضا القانون، وسارة أيضا جميل، إجابة صحيحة لكم ما شاء الله، ودعتم في إجابة هذا السؤال. أيضا السؤال الآخر، صافي القيمة العادلة لأصول الشركة صاد 182,000، إذا الشركة صاد أيضا صافي القيمة العادلة تساوي
180 82 ألف. إذا نستطيع حساب الشهرة أيضا من خلال القانون. اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن اتحاد شركة عين. وفقا لطريقة الملكية يتم انتقال أصول والتزامات الشركتين بالقيمة العادلة. انتقال أصول والتزامات الشركة سين فقط بالقيمة العادلة، صاد بالقيمة العادلة فقط، الشركتين بالقيمة الدفترية. نعم بالقيمة العادلة الشركتين سواء سين أو صاد. أيضا الشهرة السالبة، الشهرة السالبة أو أرباح الشراء بسعر مخفض بعد الاتحاد يتم الاعتراف بها كإيراد في قائمة الدخل، يتم توزيعها على الأصول الثابتة، يتم توزيعها على الأصول المتداولة، تظهر كأرباح غير تشغيلية في قائمة الدخل. نعم من أرباح الشراء بسعر مخفض تظهر كأرباح غير تشغيلية، أرباح غير تشغيلية في قائمة الدخل، أي ليست من النشاط الطبيعي، ليست من النشاط الاعتيادي، ضمن الإيرادات الأخرى، ضمن الإيرادات الأخرى. نعم نجوم عليه تقول يعني بين الطرق الثلاثة الملكية والحيازة والتكلفة، كلها نفس المعنى، كلها المقصود بها مسميات كانت سابقا، هي باللغة الإنجليزية الأكوزيشن ميثود، كانت سابقا تسمى طريقة الشراء بيرتشيز ميثود، تم تغيير المسمى يعني طريقة الشراء لأنها تنظر إلى العملية على أنها شراء صافي أصول. عندما تندمج مع شركة أخرى كأنك اشتريت صافي أصولها، وبالتالي ولكن تم تغيير على أنها حيازة. وليس في بعض المترجمين يترجموا طريقة الملكية تملك أو الحيازة أو التكلفة، تحسب تكلفة التملك، يعني ليس هناك يعني فرق في المعنى، ولكن الأصح هو أن نذكر طريقة الحيازة. طريقة الحيازة اسمها الترجمة الصحيحة والأقرب هي الأكوزيشن ميثود، هي طريقة الحيازة، ولكن مع احيانا نطلق عليها ملكيه لانها كانت تطلق عليها اسم الملكيه. والملكيه ايضا حنجد انها طريقه للمعالجه التغير في حساب الاستثمار بعد ذلك، لمعالجه التغير في حساب الاستثمار وليست لعلاج او لحساب او لمعالجه الاندماج. اما طريقه الحيازه والتكلفه نفس المعنى، نفس المعنى. طريقة التملك أو الحيازة أو التكلفة. أما الملكية فكرت هي طريقة لمعالجة التغير في حساب الاستثمار. هذه طريقة الملكية، وطريقة الملكية غير المكتملة، وطريقة التكلفة أيضا حتأتي في غير المال. ولكن يعني هنا كما ذكرت هي طريقة الحيازة الأصح. ولكن هو المعنى بالاندماج هي طريقه واحده، لانه ما في عندنا اكثر من طريقه حتى نلخبط يعني بالمسمى. يعني حتى لو ما ذكرنا كيف يتم معالجه الاندماج خلاص معروف انها طريقه الحيازه، يتم معالجه الاندماج فيها. واضحه يا نجوم؟ اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد ونتج عن ذلك عن اندماج الشركة صاد في سين. وقد أصدرت سين في سبيل ذلك 45 ألف سهم من أسهمها ذات القيمة الإسمية 10 والقيمة السوقية 40 ريال، كما دفعت 50 ألف مصاريف طباعة وإصدار الأسهم. تكلفة الإصدار أو تكلفة، هذا أبغى أكتب السؤال لأنه في
أكثر يعني من سؤال عليها، أن أكتب السؤال لأنه في أكثر من سؤال عليها. الآن هذه البيانات، نقول السؤال: اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، ونتج عن ذلك اندماج صاد في سين، وأصدرت سين في سبيل ذلك 45 ألف سهم من أسهمها ذات القيمة الاسمية 10 والقيمة السوقية 40، كما دفعت 50 ألف مصاريف طباعة وإصدار الأسهم. تكلفة الاندماج تساوي المطلوب حساب تكلفة الاندماج. تكلفة الاندماج 550 ألف ب مليون و950 ألف ج مليون و800 ألف قال ليس مما ذكر. مليون و800، تمام. الآن واضحة الحسبة ولا أحسبها؟ كيف شلون جت مليون و800؟ رجعت المليون و800 معروفة، لناخذ القيمة السوقية للأسهم، القيمة السوقية اضرب 45 ألف. أحسنت يا منال، أي منال وضحتها، 45 ألف في 40 القيمة السوقية، لأن طريقة الحيازة ذكرت إذا تم التمويل عن طريق إصدار أسهم نأخذ القيمة السوقية ولا نأخذ القيمة الاسمية، القيمة السوقية. النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم. إذن تكلفة الاندماج، هذا أول سؤال الأول. السؤال الثاني: الطرف المدين من قيد الاستثمار. الطرف المدين من قيد الاستثمار هو ألف 550 من حساب تكلفة الاستثمار، ب مليون 950 من حساب تكلفة الاستثمار، ج مليون 800 من حساب تكلفة الاستثمار، د من حساب مليون 950 رأس المال. إذن تكلفة اندماج من حساب الاستثمار، من حساب الاستثمار. طيب الطرف الدائن من القيد، الطرف الدائن من القيد، الطرف الدائن، في أحد يعرف يكتب القيد الطرف الدائن؟ أصدرت، لا إصدار، إصدار. رأس المال، فقط رأس المال كم؟ مليون 800 رأس المال. أنا أقول مليون 800 من حساب استثمار في صاد، مليون 800 إلى حساب رأس المال كذا. مليون 950، أنا أطرح لكم إياك سؤال.
الطرف الدائن من قيد الاستثمار هو ألف 450 ألف إلى حساب رأس المال، 1350 إلى حساب رأس المال الإضافي، 1,350,000 إلى حساب رأس المال الإضافي، 1,800,000 إلى حساب رأس المال الإضافي، 1,800,000 إلى حساب رأس المال، قال 450,000 إلى حساب رأس المال، 1,800,000 إلى حساب رأس المال الإضافي. إذن حيكون عندي قيد الاستثمار عبارة عن 1,800,000 من حساب الاستثمار في صاد، زين الآن طالما تم اصدار اسهم اذا حيكون عندي راس مال، ولكن راس المال يظهر الدفاتر بالقيمه الاسميه وليس بالقيمه السوقيه، القيمه الاسميه وليس بالقيمه السوقيه. اقول 45,000 ضرب 10 ريال كم راس المال؟ 450 ألف. إذن 450,000 إلى حساب رأس المال. الفارق ما بين رأس المال بالقيمة الإسمية ورأس المال بالقيمة السوقية، قيمة الأسهم 1,800,000 هي القيمة السوقية للأسهم، القيمة الإسمية للأسهم كم؟ فارق ما بينهم 1,350,000، وهي عبارة عن علاوة إصدار أو تسمى رأس المال الإضافي أو العلاوة الإصدار اللي بتسموها في متوسطة، فرق ما بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية. إذن هذا هو قيد الاستثمار، لأن الأسهم رأس المال يجب أن يسجل القيمة الإسمية الدفاتر ويظهر في الدفاتر في قائمة المركز المالي بالقيمة الإسمية، ولكن تكلفة الشراء تكلفة الاندماج تحسب بالقيمة السوقية. وضحت هذا الفكرة؟ واضحة؟ تمام. إذن زين. تمام. إذن أيضا عندنا سؤال آخر على اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، نفس السؤال. الطرف الدائن من قيد إصدار الأسهم مصاريف وطباعة الأسهم، دفعنا مصاريف وطباعة الأسهم، الطرف المدين والطرف الدائن من القيد. الطرف المدين أول شيء من حساب الاستثمار، من حساب رأس المال الإضافي، من حساب رأس المال 50,000، 50,000 من حساب النقدية. الإجابة الصحيحة 50,000 من حساب رأس المال الإضافي، لأنه كما ذكرت وفقا لطريقة الحيازة تعتبر مصاريف طباعة الأسهم تخفيض رأس المال الإضافي، رأس المال الإضافي دائم، أما أخفض سوى مدين. إذا بقول 50,000 من حساب رأس المال الإضافي إلى الطرف الدائن من القيد، الطرف الدائن نقدية، رأس المال الإضافي، رأس المال الاستثمار، يكون القيد نعم من حساب رأس المال الإضافي 50,000، رأس المال الإضافي إلى حساب 50,000 إلى حساب النقدية، أخفض رأس المال الإضافي، لأن الطريقة أقول جميع المصاريف لا تدخل في تكلفة الاستثمار، ولكن مصاريف طباعة وأصدار الأسهم لها معالجة خاصة وهي تخفيض حساب رأس المال الإضافي. واضحة؟ زين نكمل.
اخر جمله حقت المصاريف جنب. انا ذكرت طريقه الحياده، اقول اذا تم تمويل عمليه الاندماج باصدار اسهم، فان تكلفه الاندماج هي عباره عن القيمه الاسميه، عن القيمه السوقيه للاسهم المصدره، وان المصاريف المصاحبه لعمليه الاندماج تعتبر مصروفات فتره باستثناء مصاريف طباعه واصدار الاسهم التي تعتبر وتعالج على انها تخفيض لراس المال الاضافي، فتخفض من حساب راس المال الاضافي مصاريف طباعه واصدار الاسهم، معالجتها تخفض من حساب راس المال الاضافي. وضحت يا ابتهال؟ واضحه؟ تمام. ايضا نكمل الاسئله. الان ناتي الى الحاله الثالثه وهي السيطره. السيطره طبعا عند شراء اسهم شركه لاكثر من 50%، اكثر من 50%، يعني 50% لا تمثل سيطره، اكثر من 50%، اكثر من 50%، ليس اكثر او يساوي 50%، لا اكثر من 50%. يطلق على الشركه الممتلكه اسهمها باكثر من 50% من قوة الشركه، الشركه القابضه، الشركه الام، الشركه التابعه، الشركة الدامجة. الشركة التابعة. نعم، الشركة التابعة. subsidiary company. الشركة التابعة. هذا الشركة اللي اشترينا أكثر من 50% من السهم. ما هي الحالة التي يمكن أن تسيطر شركة على شركة أخرى بالرغم من تملكها أقل من 50%؟ القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للمشروع، امتلاك السيطرة على حقوق التصويت وذلك بالاتفاق مع الشركاء الآخرين، القدرة على تعيين وعزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة على جميع ما ذكر. نعم صحيح صحيح. نعم في 1/1/2016 اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، ودفعت في سبيل إتمام الصفقة، خلني أكتب السؤال هذا لأنه في عليه أكثر من سؤال، خلني أكتب السؤال هذا بصورة سريعة. إذا في شيء مو واضح نوضح. إذن في 1/1/2016 اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد مبلغ 1,800,000 ريال، كما دفعت الشركة سين في سبيل إتمام الصفقة مبلغ 50 ريال عمولات سمسرة وأتحاب مدققين ومحامين. نتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة، يعني سيطرة. عندما يقول نشوء علاقة قابضة وتابعة يعني سيطرة بين الشركة سين والشركة صاد. تكلفة الاستثمار في صاد تساوي 1,800,000، باء 1,850,000، جيم 1,750,000، قال ليس مما ذكر. أحسن. إذا 1,800,000 النقدية المدفوعة، لأنه وفقا لطريقة الحيازة، وفقا لطريقة الحيازة. نكمل السؤال اللي بعده.
الطرف المدين من قيد إثبات الاستثمار، ألف حساب النقدية 1,800,000، باء رأس المال 1,800,000، جيم الاستثمار في صاد 1,800,000، دال رأس المال الإضافي 1,800,000. الاستثمار في صاد، أحسنت يا سارة، نوف منال زهرة، ممتاز ممتاز تمام كذا ممتاز. الطرف المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة التابعة، ألف تكلفة الاستثمار، سؤال عند لما يعني تكلفة ما نضيف لها النقدية، إيش النقدية؟ النقدية المدفوعة أصلاً، تكلفة هي النقدية 1,800,000، هذه تكلفة هي أصلاً تم الشراء نقدية. هكذا سؤالك يا لما؟ هذا السؤال؟ لا لا لا، ما تدخل، قلنا ولا تعترف بأي مصروف، طريقة الحيازة لا تعترف بأي مصروفات، تعتبر مصروفات فترة فقط. ذكرت تكلفة الاندماج أو السيطرة أو الاتحاد، هي النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة متنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة. أما المصاريف المصاحبة فلا تدخل تكلفة الاندماج، واضح؟ طيب، قلنا القيد الطرف المدين من قيد الاستثمار هو تكلفة الاستثمار النقدية، رأس المال الإضافي، الأصول بالقيمة العادلة، لا تنتقل أصول والتزامات في حالة السيطرة. هو القيد، قيد انتقال أصول والتزامات الشركة صاد إلى الشركة سين. السيطرة تبقى كما ذكرت، كل شركة تعمل بشكل منفصل، كل شركة تعمل بشكل منفصل. نعم نعم صحيح، نعم صحيح، لا تنتقل، لا يوجد قيد. السيطرة فقط، السيطرة فقط عند الاندماج، وعند السيطرة نكتب قيد واحد وهو قيد الاستثمار، من حساب الاستثمار إلى حساب النقدية أو إلى حساب حسب الطريقة اللي تم فيها. بالنسبة لإعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ التملك، الشروط الواجب إعدادها للقوائم المالية الموحدة في تاريخ التملك، ألف تملك الشركة القابضة لأكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة، ب أوفر النية والرغبة لدى الشركة القابضة على السيطرة على الشركة التابعة، جيم ألف زائد ب دال أن تعمل الشركتان بنفس النشاط. نعم، تمتلك أكثر من 50% والنية. أن إذا ما كان هناك نية للسيطرة حتى لو امتلكت 80% سيطرة مؤقتة، وبالتالي لا يعتم إعداد قوائم مالية موحدة، شرط أن تكون تمتلك أكثر من 50% وسيطرة، حتى وإن سيطرت ولكن بأقل من 50% أيضا لا يتم قوائم مالية موحدة، من النية والسيطرة. أيضا هناك سؤال، نفس بيانات السؤال السابق، الناقد نفس بيانات السؤال السابق. الآن عندي هذا، اشترت بمليون ثمانمية 50,000 عملات، صافي أصول الشركة صاد القيمة العادلة 1,750,000،
فالسؤال يقول: ما مقدار الشهرة التي تظهر في الميزانية الموحدة؟ ألف 50,000، ب 50,000 أرباح شراء أو شهرة سالبة، جيم 100,000 شهرة موجبة، دال 100,000 شهرة سالبة. نعم، 50,000 شهرة موجبة. وذكرنا يعني سابقا ما في عندي شيء اسمه شهرة موجبة وشهرة سالبة، لكن هنا للتمييز فقط. لأن الشهرة السالبة التغت من القاموس المحاسبي، أصبحت الآن تسمى أرباح الشراء بسعر مخفض. إذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة سيطرة مؤقتة، فإنها تقوم بإعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة، لا تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة. جيم تقوم بإعداد قائمة دخل موحدة فقط، دال تقوم بإعداد ميزانية. إذن لا تقوم مؤقتة، لا تقوم، لأنه كما ذكرنا يجب أن تكون سيطرة والنية في السيطرة أكثر من أكثر من 50%. شرط أكثر من 50%. الآن في شروط لإعداد القوائم المالية الموحدة ذكرناها سابقا. هذه الشروط يعني وهي: لا تقوم الشركة أو تعفى من إعداد قوائم مالية موحدة، وهي إذا كانت سيطرة مؤقتة، إذا كانت أسهم القابضة غير متداولة في السوق المالي، غير متداولة في السوق المالي، إذا كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة لشركة أخرى، أي أنها سلسلة. وطبعا في أمريكا سلسلة قد تصل إلى 100 شركة، القابضة تابعة، القابضة تابعة أخرى تابعة قابضة الشركة، هكذا. وبالتالي سلسلة كبيرة قد تصل لمئات. بالتالي إذا الشركة القابضة كانت تابعة لشركة أخرى لا تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة، لأنها سوف توحد مع قائمة ثانية أيضا. خلاص اكتفي هنا هذا اليوم، على انه طبعا السؤال يعني اللي قبل شوي اللي قبل قليل طرحناه، سؤال يعني على ما تذكرته، بس السؤال الاخير: اي من الحالات التاليه لا تستدعي قيام الشركه القابضه باعداد قوائم ماليه موحده؟ الف: اذا كانت سيطره الشركه القابضه على الشركه التابعه سيطرتها. إذا كانت أسهم الشركة القابضة متداولة في السوق المالي. جيم: إذا كان رأس مال الشركة القابضة يزيد عن 5 مليون ريال. دال: إذا كان رأس مال الشركة التابعة يزيد عن 5 مليون ريال. ما هي الإجابة الصحيحة؟ نعم، تمانوف، أحسنتم. سيطرة مؤقتة، إذا كانت سيطرة مؤقتة لا تستدعي قيام إعداد قوائم مالية موحدة، هو الشرط الرئيسي لقوائم مالية موحدة. إذا كانت هناك سيطرة مؤقتة تلغي إعداد قوائم مالية موحدة. واضح؟ إذن تمام. نعم، في مريم تسأل: ما معنى القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية المجمعة؟ القوائم المالية المجمعة هي للفروع، محاسبة الفروع، المركز الرئيسي والفروع نجمع التجميع. أما القوائم المالية الموحدة هي للسيطرة، الشركة القابضة والشركة التابعة. إذا كانت عندي شركة قابضة لها مجموعة شركات تابعة لها، نقوم بإعداد قوائم مالية ما يعرف بالقوائم المالية الموحدة. القوائم المالية
موحد، اي تمحيد القوائم الماليه، انا السيطره يعني انت تملك اكثر من 50%، يجب اظهار ال 50% ضمن حساباتك او قوائمك الماليه. انا لي 50% من اصول هذه الشركه، اكثر من 50%، 60%، 70%، يجب اني اعمل قوائم ماليه موحده واضم هذه 70% حتى ابين اني انا املك ايضا قوائم او شركه اخرى. ايضا لما تسال الطرف المدين من قيد انتقال اصول والتزامات الشركه المندمجه في عدم وجود شهره، نعم الالتزامات والمخصصات وتكلفه الاستثمار، الشهره، راس المال الاضافي، الاصول المنتقله، الاصول، لان احنا قيد الانتقال من حساب الاصول الى حساب الالتزامات الى حساب الاستثمار، نلغي الاستثمار، قيد الانتقال، وبالتالي الطرف المدين هو حساب الاصول القيمه العادله، القيمه العادله. اذا ما في عندي شهره، اذا كانت شهره طرف المدين ايضا شهره معها. وضحت يا لما؟ معكم انا موجود، ما زلت موجود. تمام. مريم واضح سؤالي حتى انتقل؟ لما واضح؟ اي الاصول، خلاص قيد الاصول. الاصول. طرف المدين من قيد الانتقال هو الاصول بالقيمه العادله. افترضنا القيمة العادلة. تمام. زهرة دكتور عيد آخر سؤال اللي قبل شوي. زهرة والله هذا عادك. وش الآخر سؤال؟ ما أدري وش الآخر سؤال. من إيه؟ هذا هو صح؟ أبشر يا زهرة. أي من الحالات التالية التي لا تستدعي قيام الشركة القابضة بإعداد قوائم مالية موحدة؟ ألف، إذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة سيطرة مؤقتة. ب، إذا كانت أسهم الشركة القابضة متداولة في السوق المالي. جيم، إذا كان رأس مال الشركة القابضة يزيد عن 5 مليون ريال. دال، إذا كان رأس مال الشركة التابعة يزيد عن 5 مليون ريال. هذا هو السؤال. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف، إذا كانت سيطرة مؤقتة. أوكي يا زهرة.